أتساءل ما الذي يفعله بورورو اليوم؟ إنه ثقيل جداً. ماذا تفعل؟ ننقل الأخشاب لاستعمالها لإشعال النار. جرو، هل لا تمسك بهذه من فضلك؟ نقلت هذا كله مرة واحدة؟ هذا لا شيء. بالمناسبة، قلت إننا ذاهبون اليوم للصيد؟ أجل، هذا صحيح. أين عدة الصيد؟ إنها هناك. بورورو، يجب أن تحذر. أنا سأساعدك. تفضل. شكراً. حسد بورورو وجرو بوبي لطوله وقوته الجسدية. بوبي، لابد أنه من الجيد أن تكون طويلاً وقوياً. حسناً. جرو، أنت تحسد بوبي أيضاً، أليس كذلك؟ جرو. الثلج يتساقط بغزارة، لنبتعد قليلاً بعد الوقت. نحن في أمان هنا مهما أثلجت. توقف الثلج. طول القامة مزعج أحيانا. ها قد وصلنا. سوف أصطاد هنا. هل نبدأ بالصيد الآن؟ حسنا. لقد انتهيت. يا للهول، انكسر الجليد بسبب ثقل بوبي. وصلتما إلى هنا قبلنا. هل اصطدتما أي سمكة؟ ولكن أين هو بوبي؟ بوبي سوف... أنا هنا. أنتم هنا. ماذا تفعل في الأسفل؟ آسف، لكن هل لا تساعدوني؟ حاول الأصدقاء كلهم إنقاذ بوبي. هل هذا كل ما حصل؟ كان سيحصل شيء ما لو وصلنا متأخرين. أنا سعيد لأنك بخير. من الجيد أن يكون المرء صغيراً ونحيفاً أيضاً. حقاً؟ إذن ليس من الجيد دوماً أن يكون المرء وقوياً. أحياناً من الأفضل أن يكون صغيراً ونحيفاً.